بسم الله، نكمل بقى الجزء بتاعنا بعد اللاب ما باظ. ممكن اقول لك كده ببساطة ايه اللي حصل والحل ازاي، بما انك بقى اخدت معايا كورس ايجو قبل كده. المشكلة ان الماشين حصل لها اوتو شت داون، فلما حصلت المشكلة ايه الحل اللي انا عملته؟ ببساطة كان عندنا الدومين كنترولر ده حصل فيه فيلير، خلاص الماشين نفسها ما كانتش قادرة تعمل ستارت اب تاني. فالحل اللي انا عملته ايه؟ طبعا انا ما عنديش سبورت على اوفيس ريسك على ايجو، ان انا ما عنديش، يعني ما عنديش فري سبورت. فاللي انا عملته كالتالي، رحت عامل شت داون للماشين القديمة خلاص، ورحت جاي على الديسك بتاع الماشين القديمة اللي هو الديسك ده خلاص، وعملت منه سناب شوت. عملت منه ايه؟ ها، سناب شوت. سناب شوت اهي، تمام اهي. وبعد كده رحت عملت كرييشن لديسك جديد، رحت كده قلت له انا عاوزك اعمل كرييت مانج ديسك، تمام، وسميته اي اسم عادي جدا. وجيت قلت له السورس بتاعه مش هيبقى فاضي، ده هناخده من سناب شوت، وشورت له على انهي سناب شوت، السناب شوت دي. وبدات اخترت السايز بتاع الديسك وعملت كريشن للديسك. طب انا كده استفدت ايه؟ بعد كده بقى جيت على الديسك نفسه اللي انا عملته دوت، هتلاقي الديسك كان اسمه ده نيو ديسك ده. وبتيجي على الديسك بعد كده بتعمل ايه؟ لو تفتكر السكيل سيت اللي كنا بنتكلم فيها، كريت فيرتشوال ماشين، بس طبعا هي دنت لان انا استخدمته خلاص. خلاص تيجي على الديسك تقول له ايه؟ ان انا عاوز كريت ها فيرتشوال ماشين. خلاص نفس الفكره انت ممكن تعملها مع الديسك ده، بس انا ما حبيتش ان انا ابوظ الديسك نفسه بتاع الماشين. يعني انا كنت ممكن ادلت الفيرتشوال ماشين، انت عارف لما بنعمل ديليت للفيرتشوال ماشين على ايجو بتكون الديسك بتاعها ما بيتمسحش، لازم انت تخش تمسحه مانيوال. فممكن اقوم داخل على الديسك واقوم قايل له ايه؟ كرييت فيرتشوال ماشين. خلاص حبيت بس اشير معاكم الجزئيه دي لان هي مهمه جدا، وهي تعتبر ريليتد بكورس الايجو اكتر.